بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايز أأكد، هو الحجر الزراعي هو الجهة المسؤولة عن الجهة الرئيسية المسؤولة الرقابية المسؤولة عن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، بالإضافة طبعا إلى دورها الأساسي كجهة رقابية مسؤولة عن منع تسرب أي آفات زراعية من الخارج إلى الداخل، وذلك حفاظا على الثروة الزراعية المصرية. فهو الحجر الزراعي دوره رقابي فيما يخص الصادرات الزراعية والواردات الزراعية. الصادرات الزراعية، الحجر الزراعي بيقوم بالدور الرقابي لتنفيذ كافة اشتراطات الدول المستوردة مننا والدول اللي احنا بنصدر لها. يضمن الحجر الزراعي تنفيذ كافة المعايير الدولية أيضا عن الشحنات اللي بيتم تصديرها، وبالتالي ده بينعكس على سمعة الصادرات الزراعية بالإيجاب في الخارج. فاحنا لما أي شحنة بتتصدر لبره بيتم فحصها والرقابة عليها من الحجر الزراعي من أول وهي في المزرعة لحد ما تتصدر، لضمان خلوها من أي آفات أو أي أمراض تصيب النبات أو تسبب أي أضرار للدولة اللي احنا هنصدر لها. فده طبعا بيعكس السمعة الجيدة للصادرات الزراعية المصرية في الخارج. أيضا الحجر الزراعي هو الجهة المسؤولة عن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية للخارج، لأن فتح السوق عشان نبدأ نصدر منتج زراعي جديد لأي دولة في الخارج، فده بيستلزم الفتح الفني للسوق أولا، والتواصل بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي الخاص بالدولة المستوردة من أجل استيفاء كافة الاشتراطات الفنية اللازمة لفتح هذه الأسواق. وبناء عليه بيقوم الحجر الزراعي بالتواصل مع الحجر الزراعي بتاع الدول الأخرى اللي احنا عايزين نفتح لها الأسواق من أجل إتمام كافة إجراءات الدراسات الفنية الخاصة بذلك. فالحجر الزراعي زي ما قلنا هو بيبقى مسؤول عن العملية التصديرية بالكامل من أول فتح الأسواق لحد إتمام عمليات التصدير وتنفيذ اشتراطات الدول المستوردة. طب خلال الفترة اللي فاتت، لو هنرجع يعني لسنتين أو ثلاثة ورا، خلال ال6 سنين اللي فاتوا، يعني الأسواق اللي فتحنا عليها هي إيه، ونوعية المنتجات اللي ابتدت تزيد صادراتها من مصر للخارج عبارة عن إيه؟ هو انا توليت الحجر الزراعي في 25/11/2017، يعني من 3 سنين تقريبا وشويه. في خلال ال3 سنين الاخيره اللي انا كنت موجود فيها، اقدر اتكلم عن ان الحجر الزراعي نجح في فتح اكتر من 37 سوق تقريبا جديد امام الصادرات الزراعيه المصريه. في منها اسواق طبعا كانت صعبه جدا في فتحها، على سبيل المثال سوق اليابان اللي اتفتح مؤخرا للموالح المصريه. عايز اقول ان 37 سوق في 3 سنين ده رقم ضخم جدا، لان السوق الواحد ممكن يستغرق في فتحه من سنة لحد 10 سنين. اجراءات فتح السوق الواحد ممكن تستغرق من سنة لعشر سنين، لان فتح السوق للناس اللي ما تعرفش هو عملية فنية معقدة جدا بتتم ما بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي بتاع الدولة اللي احنا هنصدر لها. بنبعت الأول للدولة اللي احنا عايزين نصدر لها ونطلب منهم فتح السوق، بيطلبوا مننا ملف فني كامل عن المنتج أو المحصول اللي احنا عايزين نصدره. فاحنا بنجهز هذا الملف الفني بيضم كافة المواصفات الفنية للصنف يعني أو للمنتج اللي عايزين نصدره، ويضم أيضا المعلومات كلها بالكامل اللي تخص الآفات اللي ممكن تصيب هذا المحصول في مصر، واللي هي متواجدة في مصر على هذا المحصول، واللي ممكن تسبب أو تمثل خطورة على الدولة اللي هنصدرها. فبنعمل ملف فني كامل يضم المواصفات الفنية للمحصول وكذلك قائمة بالآفات اللي ممكن تصيب هذا المحصول في مصر، وبنبعت هذا الملف للدولة اللي عايزين نصدر لها. الدولة الحجر الزراعي بتاع الدولة اللي هتستورد مننا بياخد هذا الملف الفني وبيعمل تحليل ودراسة تحليلية طويلة جدا ومفصلة جدا اسمها تحليل دراسة تحليل مخاطر الآفات، عشان يضمن ان الآفات اللي عندنا في مصر مش هتأثر على البيئة الزراعية اللي عنده في بلده. وبيبعت لنا نتيجة تحليل مخاطر الآفات دي، ويقول لنا ان اشتراطات الصحة النباتية اللي هو عايزها في الصادرات بتاعتنا 1 2 3، بيحدد لنا الاشتراطات. بن بن بنقول له احنا بنشوف الاشتراطات بتاعته بندرسها ونشوف مدى قدرتنا على تنفيذها. لو احنا قادرين على التنفيذ بنقول له ان احنا قادرين على التنفيذ. بيجي وفد فني من الحجر الزراعي بتاع الدولة دي، بيجي يزور مصر ويشوف قدرات الحجر الزراعي المصري على تنفيذ هذه الاشتراطات على ارض الواقع، ويبدا يعمل زيارات للمزارع وزيارات للمحطات، محطات التعبئه، وزياره للحجر الزراعي والمواني عشان يشوف المنظومه الرقابيه اللي مصر بتعملها على الصادرات الزراعيه. بناء عليه لو اطمن لكل ده وشاف ان مصر قادره فعلا على استيفاء كافه الشروط، بيبدا يفتح السوق. فهي فتح السوق عمليه معقده.